الفيديو الماضي قد تكلمت عن نية سامسونج لإعادة طرح هاتفها نوت 7 من جديد، وذلك بتغيير اسم الهاتف إلى نوت 7 R. وأعلنت شركة الكورية أنها قامت بتغيير البطارية وحجمها لحل مشكل انفجارها، وأن الهاتف الجديد سيأتي بنفس مواصفات هاتف نوت 7 الأصلي. اليوم ظهر تسريب جديد يتعلق بالألوان التي سيأتي بها الهاتف الجديد، والتي أيضا ستكون نفسها الخاصة بالهاتف النوت 7 الأصلي، أي الألوان كالتالي: الأسود اللامع، والمرجاني الأزرق، الفضة التيتانيوم، والذهبي. التسريب يأتي من وكالة إنيوز 24 الكورية نقلا عن مصدر مشهور له علاقة في تصنيع الهاتف. جاء أيضا في التقرير أن الإعلان عن الهاتف سيكون في بداية شهر يوليو، يعني أي بعد شهر تقريبا، وأيضا أن العرض عن الهاتف سيكون محدود جدا، وأيضا كما قلنا أن الهاتف سيأتي بمواصفات نفسها مواصفات الهاتف نوت 7. كان هذا فيديو اليوم، لا تنسوا لايك شير وأيضا سبسكرايب للقناة ليصلكم جديد فيديوهاتي. مع السلامة.